موجودين. اضبط لك وانطيك خبر بس نكمل. يا شباب من الزنزانية معروفة يعني عبر التاريخ، هي دائما تقيم المناسبات الكبيرة والضخمة واللي دائما يحضروها عشرات الآلاف، فبالنسبة للأعداد اللي جاي تحضر إلى مقر رئاسة الطريقة العليا القادرية هذا فشيء طبيعي جدا، واحنا متعودين على هذه الأعداد. بالمناسبة الواحدة من أسهل الأمور بيوم واحد نقدم 75,000 وجبة و100,000 وجبة، فهذه أمور بسيطة بالنسبة للطريقة العليا القادرية الكثير. أستاذ الكريم، احنا على تنسيق يعني جيد يعني مع منفذ باشباق بشكل مباشر وكذلك مع القنصلية الإيرانية اللي موجودة الجمهورية الإسلامية في السليمانية، الأعداد والأرقام اللي وصلتنا أنهم اللي يعبرون من هذا المنفذ بحدود 500,000 زائر أو أكثر. يجي اول ما يطبون يستقبلهم بالماء، اول شيء راح اكو مترجمين يودوهم للغرف، يطبون للغرف نعطيهم الطعام، ورا الطعام يتوكلون الى كربلاء والنجف يرتاحون في يوم يومين. احنا هنا حمايه التكيه نوفر للزائرين الالاف يجونا يوميا في استقبالهم الحمد لله، والطعام والماء والمنام كله موجود متوفر لهم بكل وسائل الراحه. بمسؤولية سماحة الشيخ شمس الدين محمد نهر الكنزاني، هو المسؤول على هذا الشيء وآمرنا بكل الإجراءات والحمد لله.